وشوفوا حليم الحلي من دون الناس من دون الناس ما كاين باس. الطبيعة هذه الجميلة ما تخليكش تبقى ساكت، لازم ضروري تتكلم، ضروري يعني حتى لما ما دير تفكر شي غنية وتغنيها في وسط الطبيعة الجميلة، كتوحي لك أشياء كثيرة، كتعطيك يعني واحد الحرية مطلقة، باش واخا ما يكونش عندك الصوت، واخا ما يكونش عندك صوت جميل، ما عندها غرض، هي عندها غرض هي أنك تحس بأن كاين بنادم في وسطها، وهذا هو الجميل. الإنسان يعني يكون يجي باش ينشاط وباش يخف عليه شوية الهموم والمشاكل. عم تقول لهم المشاكل ماشي هي الخدمة، لا بالعكس، ديال الصداع ديال البشر هو اللي كيزيد يكرفس بنادم، أما الخدمة ولا العمل ولا الدراسة ولا أي حاجة، هذاك الشيء ما تيضرش، بالعكس هو فيه هو اللي تيزيد يعمر لك الوقت ديالك. هذا هو المهم، الإنسان يعني يحاول دايما يقلب على الفرصة، فضاء بعيد على الصداع والمشاكل، هما الناس خارجين يعني ما تي صدعك والو، بيناتهم كل واحد بيناتهم، كل واحد يعني تهضر على حياته الخاصة، وانت غادي بوحدك تشوف عينيك وتمتع عويناتك وتخدرهم بهذه الطبيعة الجميلة. هذا هو الهدف، الترويح على النفس، هادشي راه نذكر حتى في الدين ديالنا، الانسان يروح على النفس ديالو، يمشي الفسحة، يمشي النزهة، يمشي يعني الى البلاصة اللي ارتاح فيها النفس ديالو صافي، لا غير، هذا هو المطلوب، ما كاين حتى شي حاجة، ماشي ضروري انك تخسر الفلوس المادة اي بلاصة حداك قريبة لك استغلها، سير زورها شوفها، المهم ما تبقاش مسجون في ما بين اربعة الحيوط يعني في الدار، وهذا الشيء هو اللي كيضر في الحياة. يعني الانسان خاصو يتحرك ويتمشى بحال هكا مثلا، غير الطبيعة، الاشجار، على الانواع، هنا كاين ديال الزيتون، كاين اشجار مختلفة على الانواع، وكلها وحدة كتحنت الاخرى، والاطفال هما كيلعبو كيدوزو الوقيتة ديالهم بسلام تحت رعاية الوالدين ديالهم، أو هما الناس كلهم تيلعبو، يعني ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يقول لهم اش كديرو ولا اش تعملو، تيلعبو بكل حرية، لا ما كاين لا خطورة ديال السيارات تخاف على ولادك، وما كاينش يقولوا أي حاجة اللي غادي تضر، تجيب ولادك وتجلس وارتاح، تشد انت كاع كتيب وتقراه على خاطرك، ولا تشد الانترنت وتصفح فيه في داكشي اللي عندك اللي باغيه، والوليدات اللي عندك راه ما تيلعبو بسلام بدون مشاكل بدون حتى شي حاجة، ما تخافش عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا في كاتالونيا، المنطقة ديال كاتالونيا، على حسب ما قيل من طرف الحكومة، أنها غتكون هنا يعني غادي ترفع الحجر الصحي ربما بصفة نهائية بعد غادي إن شاء الله 26 يعني من هذا الشهر أبريل. إذا كنظن هذه بشرة يعني مزيانة، ولكن ماشي يعني أنها نهاية هذا الوباء، بل خصنا نبقاو دائما واخدين الحذر وما نتيقوش في نفسنا بزاف، يعني ما يكونش داك الخلاط بحال هكا، يخرج الانسان للطبيعه ما كاين حتى شي مشكله، هما خارجين بوليداتهم تيتفسحوا تيدوروا بدون مشاكل، وهكا الا خصهم يبقاو مستمرين، واخا تنتهي كاع حاجه الحجر الصحي والطوارئ وسير وسير، فهاد النظام خصو يتحافظ عليه، لان دابا حنا الدرس خديناه خصنا نبقاو يعني مستمرين فيه، باش
ما تعاودش نرجعوا ثاني نفس المشكل. ماشي غير يعطونا الحريه ويعطيونا يرفعوا لنا الحجر الصحي الا نجمعوا راسنا نقولوا صافي قالي ونديروا بحال ديك الحليمه عادت الى قاعدتها القديمه، نرجعوا ثاني ديك العادات ديالنا القديمه، عليه التجمع الاحتفالات عليه الزعامات وداك الشيء تيخلق المشاكل. هذا هو هذاك هو هذاك هو المرض بعينه، وماشي غير على كورونا، كاين اي امراض اخرى يمكن تنتشر بسبب يعني العناد ديال البشر، ديال جري عليا جري عليك الزحامات من كل مكان. هذا هو اللي تيخص الانسان يراعيه، ان الوقايه هي كل شيء. الوقايه عطاتنا واحد الدرس كبير، يعني قبل ما نلتجئ الى اخر اختيار عندنا في الدنيا يعني نمشيو للطبيب، خصنا ندوزو واحد المرحله ديال الوقايه. نعتني براسنا، نحتفظوا على راسنا، نهتموا بصحتنا، يعني نديروا حنا الطوارئ مع نفوسنا. ما نحتاجوش ان الدوله ولا الحكومه ولا السلطات تبقى تدخل في الحياه ديالنا وتورينا شنو نديروا شنو نعملوا، لا بالعكس، نضمو راسنا بيدينا، نعملوا يعني نظام في الحياه ديالنا. حنا راه بشر وكنفهموا وكنعرفوا، ف مايمكنناش نبقاو دايما حارصين علينا وحساسين علينا على النصائح على الارشادات. بالعكس خص الانسان صافي يتعلم مرة الاولى، صافي خاصو يبقى متبع يستمر في ذاك المنهج، والا غادي يرجع عاوتاني العادة ديالو القديمة اللي تيقلب على الامراض والمشاكل. والله تعالى يسترنا ويحفظنا من هادشي كله. طبعا رعاية الله هي فوق كل شيء، هي فوق كل شيء.